عاجل، صنعاء تعلن إعادة تشغيل مطاري الحديدة وتعز في هذا التوقيت. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. شددت حكومة صنعاء على ضرورة إسراع الأمم المتحدة في إعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة واستئناف تشغيلهما جراء ما تعرض له من استهداف طيران التحالف الذي تقوده السعودية. وقال وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب الدرة في لقائه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زين غالب إن مطاري تعز والحديدة خرجا عن الجاهزية التشغيلية بسبب تدمير طيران التحالف جميع المرافق والمباني والأجهزة والمعدات الفنية والتقنية في المطارين، مؤكدا أهمية إعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة الدوليين وميناء الحديدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية والإنسانية والاقتصادية. وأشار إلى أن مطار صنعاء الدولي يقدم خدماته الملاحية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في اليمن والمسافرين اليمنيين عبر وجهة واحدة، والتي لم تسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الشعب اليمني. ودعا درر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى تنفيذ اتفاقية ستوكهولم في إعادة تأهيل ميناء الحديدة حسب خطة التحديث والتطوير والتقييم المقدمة من الخبيرين الهولنديين المختصين في مجال الموانئ. وأكد أن شراء الكرينات الجسرية المتفق عليها مسبقاً يعد من الأولويات لعمل الميناء ليواصل تقديم خدماته الإنسانية والملاحية، معتبراً التأخير في شراء الكرينات وإعادة تأهيل الميناء غير مبرر. من جهتها أكدت ممثلة البرنامج الإنمائي الحرص على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ميناء الحديدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.